خرجوا في ساعة متأخرة من الليل يعبرون عن استيائهم من أحزاب اللقاء المشترك والرئيس اليمني في آن معا، بعدما وصلتهم أخبار فشل خامس محاولة لمجلس التعاون الخليجي في الحصول على توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على ما بات يعرف بالمبادرة الخليجية. وصول المبادرة مجددا إلى طريق مسدود لم يفاجئ الكثيرين، ومنهم شباب الثورة الذين عبروا مرارا عن يأسهم من المراهنة على غير أسلوب الحسم لخلع الرئيس صالح الذي يرونه أنه يدفع البلاد نحو حرب أهلية. إعلان الرئيس رفضه للمبادرة الخليجية يعني في كل الأحوال بأنه يريد أن يشعل الحرب الأهلية في اليمن. وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن دخول اليمن في نفق مظلم في انتظار إطلاق رصاصة الرحمة على المبادرة الخليجية، فإن الكرة عادت من جديد إلى ملعب أصحاب المبادرة الذين لم يصدر عنهم ما يشير إلى استمرار مبادرتهم من عدمه. من جهة الحزب الحاكم في اليمن، من أسباب الفشل الأخير عدم وجود من له صفة حزبية أو قانونية ليكون توقيعه مجاورا لتوقيع الرئيس علي عبد الله صالح على ورقة الاتفاق، إضافة إلى ضرورة أن يكون المخول بالتوقيع حائزا على تفويض شباب الثورة في ساحة الاعتصام. وحتى الساعة هذه الشروط بنظر شباب الثورة ما هي إلا محاولة جديدة من الرئيس للهروب من قرار التنحي وكسب مزيد من الوقت. وعلى هذا الأساس ظلت حركة الاحتجاج على وتيرتها غداة فشل التوقيع، وشهدت محافظات اليمن مسيرات جديدة وحاشدة جدد فيها المتظاهرون مطالب إسقاط النظام والزحف نحو القصر ودعوة الأحزاب المعارضة إلى التعامل مع الأحداث بغير عقلية ما قبل الثورة.